المسجدي عدسا بيأكله في المسجد عدس، عدس الصح عدس عدسها وبصلها. قال فريق من ذهب فريق من الإخوة، يعني هم يقولون العدس لا يأكل إلا بالبصل، ففريق من الإخوة يمنع دخول البصل نيئا استنادا إلى أن من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، والآخر قال بجواز دخول البصل، قال إن الكراهة ليست للتحريم. فما ما الصواب؟ يعني أنت عارف الموضوع، بيفطروا الآن اليوم في المسجد، واحد أتى بعدس أيا كان عدس، فواحد قال لا يؤكل العدس إلا بالبصل، فاذهب ائتنا ببصل. قال آخر لا تأتي بالبصل، لأن النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. الثاني قال إن النهي للكراهة، فما وجه الصواب في ذلك؟ الأزهر ألا يأتي بالبصل بغض النظر عن التحريم أو الكراهة، لأنه كان يؤتى بالرجل الذي أكل بصلا فيبعد عن المسجد ويذهب به إلى البقيع، يذهب به إلى البقيع، والنبي قال الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والنص صريح من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. وبعدها يعني مش لازم بصل